مش ان احنا بنقول لك بلاش تتجوز، لا احنا بنقول لك انت بالذات لو انت الشخص اللي هنتكلم عليه في الحلقه فبلاش تتجوز، ارحم نفسك وارحم بنات الناس واولادك اللي ممكن تخلفهم في يوم من الايام. امتى بقى بلاش تتجوز؟ اما تبقى فاكر يا حبيبي ان انت لما هتتجوز هتشار مصاريف البيت انت ومراتك 50-50. مرتبك كام؟ هنصرف كام؟ انت هتعملي ايه؟ انا هجيب ايه؟ واخد الظرف كامل. لا هو بصي في ناس كده. لا يعني الظرف مش ما بقاش دلوقتي برضو الناس مش هتوافق قوي، لكن اللي هو لازم نشارك عشان الحياه بقت صعبه. ماشي احنا ممكن نشارك في يوم من الايام في مرحله من المراحل، بس لو انت داخل الجوازه دي كانها صفقه طمع. وشركه دي الدخله بتاعتك وراس مالي وراس مالك وهنحطه مع بعض في حاجه في حاجه حضرتك امها ورثه هي عندها فوائد، اصل هو ابوها عامل لها شهادات استثمار أبوها. اللي هي ب 20% دي وعندها شقه اراضي شويه حاجه ابوها متوفي ورثت بقى ورثت ورثة بتاخد معاش ولا حاجة كده لا لا هي ورثة كتير 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 طب كويس ده جوازة مقرشة حلوة جوازة مقرشة ايوه يعني طب جوازة متظبطة اخواتها يعني مراكز كده وحلوين كده وبيساعدوها فلوس تلاقي باور تلاقي علاقات تلاقي تلزمني كسبانة كسبانة الجوازة دي تلزمني الجوازة دي بتشتغل لا ما هي مش بتشتغل دي مش محتاجة دي في السنة بتاخد 45% عربيتها نوعها ايه؟ 45% عربيتها من عربيتها التوتال نوعها بتاع ايه؟ السنة العادي عربيتها نوعها ايه؟ دي بتغير العربية كل سنة ألمانيا من أفخم الأنواع أو الماركات وعندها شقة 200 متر بجد؟ والله أبوها كاتب لها شقة وقعدوا ليه في عمارتهم؟ لا في عمارتهم بقى ما هو الراجل عنده عمارة 7 أدوار عامل لكل بنت شقة أوبا فعشان كده بقى ممكن يبقى العريس نص نص فبس يبقى ايه مركز فيقوم الراجل بقى ابوها يعمل ايه ينمر على عرسان دي بشتري راجل بشتري راجل وبشتري مركز عارفين برضو المراكز مهمه قوي في منطقتنا دي فياخد بقى المركز ويديله الشقه الله تلزمني الجوازه المركز المركز يتجوز الفلوس ايوه فلو انت داخل بقى الجوازه وفاكر ان حضرتك هتشار 50-50 وان المدام هتشيل معاك وهتشيل يمكن اكتر منك فبلاش نصيحه من اختك تتجوز ابدا